راني علواني عادت للسباحه من جديد بعد اعتزال طويل. انا ما فهمتش 20 الخبر. سنه 20 انا ما فهمتش، اقول لهم يا جماعه رجعت ازاي؟ بصي، في دلوقتي تطور كبير جدا في السباحه. كانت زمان احنا بنعوم عادي بطولات العالم وبطولات كلها، وكان سن معين بنعتزل وخلاص. دلوقتي بقى في بطولات الماسترز اللي هي الاساتذه، بقت كل مرحله عمريه ليها بطولاتها، جمهوريه والقاهره وبطولات العالم كمان. دي حاجه ما كانتش موجوده زمان. كانت موجوده بس ما كانش ليها اهميه خالص، يعني ما كناش بنحس ان بطوله الماستر دي فيها تنافس. دلوقتي بقى الموضوع كبير جدا، وبقت حتى بطوله العالم بتحصل في نفس الاسبوع، الاسبوع اللي بعد بطوله العالم الرئيسيه، وبياخدوا نفس الميداليات ونفس البوديوم وكل حاجه. انا الحقيقه ما كنتش دخلت في الموضوع بقالي كتير جدا، لحد ما تميت 20 سنه بعد اعتزالي بالظبط. يعني نصابه قوي رانيا علواني. ما قلتش السن برضه. عندك كم سنه يا رانيا؟ 20 سنه بعد اعتزالي. مكتوبه في كتاب القراءه للاسف تاريخ ميلادي. الطريقه لطيفه. عندك كم سنه؟ عندي 20 سنه بعد الاعتزال. بعد الاعتزال 20 سنه بالظبط. بصراحه انا مريت في مرحله في حياتي عايزه، انا مبسوطه جدا كطبيبه ومبسوطه جدا في شغلي، لكن في حاجه ناقصه، يعني في حاجه احنا جوانا واضح انها طول عمرنا هنفضل سباحين مهما عملنا حاجه تانية في حياتنا. ففي مجموعه من اصدقائي السباحين القدام برضو قالوا لي طب ما تيجي تتمرني معانا مرتين ثلاثه كده قبل البطوله اللي جايه. انا طبعا بطوله يعني كلمه دي من زمان تتمرني، ما كلنا بنتمرن بس تتمرني. ما كنت بنزل اتمرن خالص 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 سباحه ابدا. اتمرنت 4 مرات وبعدين دبست نفسي في البطوله علشان اكمل تمرين بقيه الوقت، مش عشان البطوله، عشان انت بتحسي بنفسك، وانت بنفسك انت الشخص اللي اتكون ده، اتكون كسباح او سباحه. ولقيت تشجيع كبير جدا من كل الناس، حسوا مروا بنفس المراحل ومروا بنفس مراحل الحياه المختلفه، اللي هو بتاخدي بالك من ولادك فتره، بتاخدي بالك من شغلك فتره، وفي الاخر بتقولي طب انا فين بقى؟ انا جوايا سباح. حتى لو كنت كبرت وسني ما بقاش، طلع ان سني مناسب جدا دلوقتي بيرفكت. فبعوم في المرحله السنيه، هنقول بقى رقم تاني، من 40 ل 45، دي مرحله لوحدها. حلو، مرحله كل ما بنكبر بندخل في مرحله حلوة يعني مختلفه. يعني اكيد احلى من، يعني مش عايز اقول احلى ولا اوحش، هي حلوه. لو تيجي بقى البطوله هتشوفي جو جميل جدا، في سباحين في بطوله العالم ل 103 سنه. واو. في من المصريين احنا بنسميها نوجا في الثمانينات، نجوى غراب. ايوه كانت موجوده في البطوله واتصورت معاها. عظيمه حبيبتنا، هوريكوا الصوره. البوزيتيف انرجي، الايجابيه، كل الناس تشجع بعض بقى، احنا بقيناش منافسين خلاص، احنا بقينا بنعمل حاجه بنحبها وبنعملها عشان المود بتاعنا يبقى احسن، عشان صحتنا تبقى احسن، عشان نتبسط مع بعض كل فتره في بطوله ونتمرن مع بعض مرتين ثلاثه في الاسبوع. يعني الاحساس دلوقتي مختلف عن من 20 سنه يا رانيا. خالص خالص، ما فيهوش ستريس، ما فيهوش ضغط، ما فيهوش، انت جايه تتبسطي عشان بتحبي تعملي الحاجه دي. في الاخر بقينا نعمل تتابعات، التتابعات دي بقت الجديد بقى في السباحه، ان التتابعات بقت ميكس، يعني يبقوا بنتين وولدين او راجلين وسيدتين، احنا بقينا بقى كبار دلوقتي. فمختلفه ولذيذه، وطبعا مع فارق الارقام، يعني لو زمان بنعمل ارقام سريعه جدا، احنا دلوقتي بنبقى راضيين ان احنا نكمل السبق بس، يعني ما بيبقاش الموضوع. لا انا متاكده في التنافس ده. لا طبعا في لياقه، انت بتقيسي على المواطن العادي. انتوا اوريدي مسبقا عندكم لياقه عاليه. بس بصراحه انا البطوله اللي فاتت دي لسه ما كنتش جاهزه برضو. لكن لو ما كنتش نزلتها ما كنتش حسيت بالاحساس ده كله، ان انا حابه ان انا اكمل في ده علشان رانيا، علشان صحتي وعلشان نفسي. الافكار بقى السوداويه اللي بتجيب ورا اللي بتأزم صاحبها. طب وانا لو عملت وحش هيبقى منظري ايه بقى؟ لا ما طلعت الثانيه في السبق اهو، يعني الموضوع بالنسبه لي كان لذيذ جدا، واول ما طلعت كلنا بنسلم على بعض وكلنا الظريف ان كل الانديه بتشجع بعض عادي خالص. تنافس كبير جدا بين الأندية المختلفة في النقط، لأن كل نادي بيجمع نقط بالسباحين بتوعه. وموضوع كبير جدا، أنا فاكراه كان كاجوال، لكن لا موضوع انت فعلا. انت داخلة طبعا النادي الأهلي. أنا داخلة مع النادي الأهلي. طب ما عنديش أوبشن تاني. لا ما فيش أوبشن. بس بتقولي لي إنه ما يعني ما كانش. أنا التانية دي مش الأولى. وكنت عايمة طبعا، يعني بالراحة شوية علشان أنا
يعني بقالي كتير ما قمتش، فممكن بقى احنا اختلفنا، فممكن العضلات لسه مش جاهزه، ممكن يجرى لي حاجه اتمزق يعني، قلنا ناخدها جراديوال كده ان شاء الله. يعني انت دخولك في البطوله دي بالنسبه لك فكره انه انت بس تاخدي خطوه، اخد خطوه في لايف ستايل او نظام حياه تمشي عليه، تتمرني 3 مرات في جروب جميل، ناس ايجابيه في الحياه، كلهم جايين الساعه دي يتمرنوا وهيرجعوا تاني لمهامهم الطبيعيه، هي كل اللي هيبقى في شغله واللي هيشوف ولاده واللي هيعيش حياه طبيعيه بتاعته، ولكن عمل حاجه لنفسه في الاسبوع ده.